السلام عليكم احبابنا الزول في الله، وانت هي كبيره لكم وين ما كنتوا في الجيري. كيما العاده لاباج فيسبوك تاعي فيها الالاف تاع لي ميساج، الالاف تاع الناس ديموندي دي فيديو في دي سوجي بزاف، من بينهم دي سوجي مهمين كيما القضايا تاع الاطباء تاع الاساتذه الى اخره. حتى تلحق لي سوجي اللي شويه شويه كيما ديرنا فيديو تاع دعم مشترك انا في ستار اكاديمي ولا ذا فويس ولا الى اخره. ليسونسيال هذه كانوا بزاف رسائل اللي ديمونداو نمدوا الموقف تاعنا من حمله الكبيره اللي صارت تاع خليها تصدى. إبا انا حبيت نقول لكم باللي خليها تصدى وخليها تتزنجر وخليها ان شاء الله ما تتباعش كامل. سمعت انا هضره بزاف تيكيات يديروهم ليسونسيال، ديسيديت ندير هذا الفيديو هذه خفيفه باسكو باش نديرو فيديو في النيفو تاع مثلا راني زعفان ولا هذيك فيديو اللي لازم لها دي بارول تاع 4 شهور انت تخمم وتكتب. دونك بيسك ما عندناش بزاف الوقت درت هذا الفيديو هذه خفيفه. ونقول لكم باللي انا نامن بالقول تاع عمر بن الخطاب ارخصوها بالترك، اونفان القول المنسوب له ارخصوها بالترك. دونك نامبورت كان حاجه نحبوها ترخص سوليسيون وحده سيكو تخليها، سيكو تخليها تصدى الكروسه وتخلي حاجات واحد اخرين باسكو ماشي غير الكرارس. واولا بالك كاين حاجات بزاف حاجات اللي لازم نقاطعوهم. على كل حال هذوما اهل الاختصاص تاع اونفاديغ الاقتصاد هما اللي يهضروا فيه، مي لازم نقاطعو ثاني حاجات واحد اخرين كيما الاستحمار تاع عقول تاع الناس باسكو انا شفت بزاف هضره عيانه يدور منا وتيكيات. بون على كل حال احنا ما يهمناش مي وشغل مانيش نجيستيفي، مي كاين كاتيجوري تاع الناس اللي كابابل تامن. انا نهضروا على هذه الهضره هذه نقول لكم باللي ما لازمش يغلطوكم، ما لازمش يخليوكم تكونسونطريو توجو في حكايه وحده كيما الحكايه تاع الحمار تي في والصحفيين اللي كيما هما. اسكو اليوتيوبر يدي 200 دولار لا ما يديش وينسيك في بالك الملايير المليار اللي راهي تتسرق من البلاد. ما لازمش يغلطوكم باسكو اون فيريتي انا يوتيوبر ماني لا رئيس جمهوريه لا وزير لا ماني عندي شغل مدير تاع مؤسسه وطنيه ولا انا شغل نقولها لكم ديريكت. حنا البيرمي راه لي في بير مراد رئيس ضربت شهر بلا وما جبتوش حتى الكوميسيون واحد سير بك ناس مليح عطاهولي. دونك انا نديها من الكوتي تاع انه الناس راهي دايره فيا ثقه وهذا كيما هذا شغل تاج فوق راسي تاع اوسي سي باسكو ما عندهم حتى ثقه في المسؤولين والمسؤولين ماهمش يديروا خدمتهم. سي بور سا اللي الناس ولات اون فادير دير كونفيونس في يوتيوبر اكثر من لي ريسبونسابل. هذه على كل حال حنا نديوها من الكوتي المليح. ونزيد نقول لكم باللي انا ماني نهضر والو باسكو لو كان نحكي لكم واش راهم يصراو لي مضايقات في هاد الشهور الاخرانيين وشغل الظلم ديريكت من الاخر وكان شغل حاجات بزاف. بصح حنا رانا ساكتين مانيش حابين نديرو مشاكل، انا نقولو برك حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ما كان. دونك نعاود نوري نخليها تصدى. انا نقول لكم باللي ان شاء الله خليها تصدى تكون في الواقع تاع الصح ماشي غير في الفيسبوك. وان شاء الله يجو موراها حملات بزاف وراح ندعمو ان شاء الله في الحدود تاع الاستطاعه تاعنا كيوتيوبر ندعمو نيمبورت كان حاجه شغل تكون فيها فايده للناس. وانا شغل الناس لما يكثروا في الهضره بزاف في لي باج اللي على بالي بلي على كل حال الفيديو هذه ما يقدروش يبارطاجيوها باسكو الهدف تاعهم ماشي يخليها تصدام جوست يفسدوا لنا ليماج تاعنا، مي ماشي بروبليم. انا نقول لكم باللي مازال 2018 ومازال 2019 ان شاء الله راح نشوفوا شكون هما رجال وشكون هما رخاص و نكملوها بنكته نكته على خليها تصدى. تفضل يا خويا. جزيك خويا. قال لك واحد كلا العدس بزاف صبت الشتاء واش صرالو؟ وشنو؟ يا تصدى خليها تصدى خويا خليها تصدى.